عز مين الهبل ده ماما اللي ابص له؟ طب خليه بس يحاول والله يفكر ان هو يلمحني، وشوف انا هعمل فيه ايه. والله العظيم نفضحه واخلي اخويا يجيبه من قفاه. حبيبتي انا ما يملاش عيني غير الاستاذ. تلميذ ايه ده؟ طب اقول لك على حاجه، صابر حبيب قلبي ده قريب قوي هوقعه واخليه كمان من نصيبي وهتشوفي. ايه اللي سمعته؟ والله العظيم انا كنت بهزر مع البنت اللي زار بقى. انا شايل همك وهم اللي خلفوكي وعامله زي لقطه فوق ظهرك، وفي الاخر راكبين العار. قر ايه قتل تانك؟ عايز هو اللي عينه مني، وانا والله العظيم مش معبراه. عمل ايه معاكي؟ ما يقدرش يعمل معايا حاجه. ده كان بيكلم البنت ميرنا عشان عايز يتجوزني. وانت مش عايزه التلميذ، عايزه الاستاذ. وفيها ايه يعني؟ السايبر ما يتعيبش. يا بجحتي اقسم بالله لو سمعتك بتقولي مره تانية الكلام ده لا كسر عضك. لا بقول لك ايه بقى، انت مش تحبني دي وتمشي مع دي، وفي الاخر تاخد رحاب من صابر ومش عايزني انا اختار. وحياه امك لا اروح انسحل بكرامته الارض. روح يا حبيبي ووريني بقى الشيخ سلام هيروح معاك ازاي وانت رايح تخطب رحاب. بالله ده مفيش خروج من البيت، حتى المدرسه مش هتعدي بيها. فاهمه ولا لا؟ فاهمه ولا لا؟ جاتك البلد. أنا عايزك تتصرف في دول دلوقتي. إيه ده؟ إيه ده؟ اللهم صل على كامل النور. إيه ده؟ أيوة كده يا صابر، خلينا نخش على الشغل التقيل بقى. هما دول كل اللي عندك؟ لا عندي كتير. فاكر؟ فاكر لما جيت لي أول مرة قلت لي إيه؟ قلت لي ان ما معكش غير حته واحده، وانا قلت لك ان ليهم اخوات عشان تعرف بس ان سمير ابو المجد ما بيزهقش. هتجيب الفلوس منين يا صابر؟ انت ليش يا ام؟ وانت من امتى بتشيلي هم وعارفه ان ربنا موجود؟ ونعم بالله على الشيء ضماي، كان نفسي ابوك واخواتك يساعدوا معاك. وفي فرق ما بيننا يا ام؟ ما احنا واحد. اقول لك ايه يا صابر، هو انت يعني يا ابني مش ناوي تشاور عقلك في موضوع رحابي؟ ما قلت لك اما ده خلاص موضوع اتقفل خالص، وده اسمه النصيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا صابر يا ابني؟ الله يخليك يا ابني. كنت فين يا سلام؟ ايه كنت في مشوار كده. ايوه مشوار فين يعني؟ كنت عند رحاب بنت غالب. انت زعلان يا ابني عشان رحت لها؟ عدى لي يا ابني، انا قلت لك ده موضوع اتقفل خلاص، كل شيء اسمه نصيب. على فكره بقى اقول لحسن اخوك ما يروحش ناحيه دكان غالب، وظهر في حد هناك مش عايز يكون موجود. بكره اللي اسمه زين دي يضحك على البت الغلبان وياخد كل اللي سابه لها ابوه وبقوله صفقات. طبعا اذنكم. طيب اتفضل. هجيبك يعني على الواد الغلبان دي؟ Thank you.
صباح الفل يا شيخنا. صباح الخير. شكرا حسام، كفايه كده. ايه مالك، في ايه؟ في اني ندمت ان انا عرفت صابر على سبيل ابو المجد. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ما بقاش معبرني، مع انه كان بيحتاجني في بيزنس كتير قوي وانا كنت بستفيد من علاقاته. دلوقتي كانه قصد ينطرني. مش لوحدك. نعم، ازاي يعني؟ سمير ابو المجد عمال بتصل بيه بالتليفون ما بيردش عليا. نعم، طب انا وممكن يستغنى عني في البيزنس، لكن انت الشيخ بتاعه. كنت الشيخ بتاعه. سمير ابو المجد طول ما شاف الترند عند صابر هو معاه، لحد ما الترند عند صابر يقع هينطره. لا فيني بقى، انا مش معاك يا شيخ مصباح. المداح غير. غير ولا زفت، ما هو قعدنا اهو. وانت هتعديها لسمير ابو المجد كده؟ خلي سمير ابو المجد عارف ان الشيخ مصباح طيب وعلى نيته لحد ما يدو لدعتي. ايه اللي جابك؟ زين مش هنا. ما انا عارف انه مش هنا، شفت عربيته مش بره فعرفت انه مش هنا. يا راجل، ولما انت عارف ان هو مش موجود جيت ليه؟ هو انت هبل؟ اكدب عليك لو قلت لك لا. صف الله العظيم يا رب. طب خد بعضك يا حبيبي وامشي من هنا، عشان زين لو شافك هينفخك. في ايدك تقولي لي اه، واجي اطلب ايدك منه. تطلب ايد مين يا هبل انت؟ انت لسه تاخد مصروفك. ما يشغلكيش، انا مرتب اموري وعارف انا بعمل ايه كويس. اه مطولي كروح. هو انت بجد مش مكفيك ان انت رحت قلت لمرنه وخليها ماسكه الموضوع عليا زله؟ طب وانا هعمل ايه يعني؟ ما انا ما حاولت المح لك عشان تديني اي اشاره واجي اتقدم لك، ما كانش بيحصل حاجه، فقلت اجي دغري. صهيل انا بحبك وعايزه اتجوزك. ماشي، حلو قوي الكلام اللي انت بتقوله ده، وانا مش موافق. شيلني بقى من دماغك وتفضل امشي، عشان زله وجي شافك اقسم بالله خلي ليلتك سودا. سهيلة. نعم. انا موافق ابعد واشيلك من دماغي، بس اعرف السبب. مش شايفاك يا سيدي، انت بالنسبه لي زي اخويا. طب في حد تاني؟ طب اقسم بالله لو ما قلتش من وشي دلوقتي حالا هصوت ولم عليك الناس. امشي اتفضل. نورت الدنيا كلها يا صابر. الله يخليك يا عماد، معلش متقل عليك. ايه بقى الكلام ده؟ يعني عايز تروح تقعد في فندق وبيت اخوك موجود؟ ده مش هيبقى بيت اختك يا صابر؟ الله يبارك لكم يا رب. وبس يومين بس اطمن على امي تعمل عمليه وان شاء الله يعني خلاص اخلصك مني خالص. يا صابر بلاش الكلام البايخ ده. المهم الحاجه تبقى كويسه وده اهم حاجه. يا رب. والله يا عماد امي ما حمل عمليات ولا مستشفيات. ربنا يسترها يا رب. يا رب. ربنا يقومها بالف سلامه وتعدي المحنه دي على خير. بإذن الله. بس هتعمل ايه يا صابر في موضوع الفلوس والعملية؟ المستشفى غالي، المستشفى كبيرة والعملية اكيد هتكلم. طب اعمل ايه يا عماد؟ بس العملية مش سهلة، امي محتاجة مستشفى كويسة. ان شاء الله ربنا يسترها وتعدي على خير. ان شاء الله يا رب. المهم انا قاعد في البيت ده بطولي، فانت تعمل في اللي انت عايزه. يا رب يملاهولك بركة يا رب كده، وتملاه ذرية صالحة انت وعيش. وانتوا ناويين على امتى ان شاء الله؟ والله يا صابر الواحد عمال يعافل في الدنيا، عاملين نحارب ورا الفلوس والوقت. الدنيا هنا غاليه يا صابر، مش زي عندكم. بالله عليك يا عماد، لو احتجت اي حاجه في موضوع جوازك ده كلمني، وصدقني لو انا هقدر اعملها هعملها عشان انت طيب. تسلم لي يا صابر، ربنا يخليك. عماد الاوضه اللي انا هنام فيها دي ليها مفتاح؟ اه طبعا، كل الاوض جوه بمفاتيح. اتفضل يا صابر اتفضل، ده بيتك اتفضل، خد مريح شويه. حاضر. بعد اذنك يا عم اتفضل.
حادث فظيع على طريق العين السخنة يؤدي إلى وفاة رجل الأعمال فارس الضوء وإصابة السائق، ولحد دلوقتي الشرطة بتقول إن الحادث بسبب فرامل العربية. تابع جميع حلقات هذا المسلسل على فيو.